مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان وراحة البال والطمأنينة. يا رب تبقى دارسة بيتكم وحياتكم يا رب، اللهم أمين. زي ما انتوا شايفين كده، كيكة المانجا الرهيبة، طعمها جميل قوي، عبارة عن غيمة من المانجا كلها كده، مانجا، الكريمة مانجا، طبقة المانجا قطع، طبقة الجيلي مانجا، كلها مانجا. المهم نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل في الوصفة على طول. يا رب يرحم أمي وأبوي ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. يا رب يحفظ أهليكم يا رب ويجعلهم تاج على راسكم يا حبايبي. هتجيبي كده مطحنة أو حتى تحطيهم في كيس وتكسريهم، باكيت بسكوت أبيض وباكيت بسكوت بالشوكولاتة، تمام؟ الطبقة دي اختياري، عايزة تعمليها بسكوت سادة أبيض أو أسود أو كيكة براحتك. المهم دي الطبقة الأولى، ومعلقة من الزبدة وهتطحنيهم كويس جدا. بعد ما هتطحنيهم كسريهم خالص يعني، ومعاهم معلقه الزبده عشان تخليهم شويه متماسكين، او تحطي معلقتين ميه براحتك. بعد كده حبايبي هتجيبوا بايركس او صينيه او اطباق صغيره او بوله صغيره تطبقوا فيها الوصفه، تمام؟ انا حطيتهم في بايركس واحد. وهنا خدت المانجا بتاعتي، بتقطعيها، تاخدي مانجايه كبيره كده زي ما انتوا شايفين، بتقطعيها اي شكل وتحطيها في الثلاجه، سوري بالفريزر، تجمد، تبقى ساقعه قوي. ضروري جدا الخطوه دي. بعد كده هتحطي عليها معلقتين كبار حليب بودره، معلقتين كبار سكر، علبه كبيره من الروب اللي هو ال 170 جرام، باكيت واحد من الدريم ويب، 6 مكعبات من الجبنه الكيري او الجيمر، او تعملي ميكس ما بينهم، تمام؟ انا حطيت بس 6 مكعبات جبنه كيري، ما حطيتش جيمر. كنت طلع جيمر بس لقيت الخلاط بقى خلاص فل، بس ما عنديش مجال اعمل حاجه تانية. حطيت الجبنه الكيري، ضربتهم كويس جدا بالخلاط، تمام؟ وبعد كده هبدا احطهم على الطبقه الاولى اللي احنا عملناها على البسكوت. طيب تمام كده، ضربت كويس قوي، شايفين عامله ازاي الكريمه؟ طعمها بنات رهيبه رهيبه بجد. وطبعا هي كده لانها المانجا شويه متلجه، فبتديكي النتيجه الحلوه دي. هتحطيها في التلاجة تسقع كويس جدا، ونيجي نعمل الطبقة التالتة. عندي هنا باكيت جيلي مانجا، هفتحه واحط عليه كوباية بس واحدة مية، مش كتير يعني، كوباية واحدة 250 ملي ل 300 ملي كفاية جدا عليه، لان احنا هنحطها كطبقة تالتة، مش عايزين جيلي، نعمل البولات جيلي فتكون متماسكة شوية. وهقطع المانجا قطعة. دلوقتي احنا جيلي المانجا، ليكي خيار من الاثنين، يا اما تاخدي طبق المانجا الحلو ده تحطيه هنا وتخليها طبقه ثالثه، او تفصلي ما بينهم يعني تحطي ترصي المانجا كده. طيب هو ده اللي انا عملته، حطيت المانجا على الكريمه على الطبقه الثانيه على طول. وبعد كده خدت الجيلي لما هدي خالص، ما بقاش سخن، ما فيش اي حراره فيه، وبدات ان انا اوزعه على طبقه المانجا بالكامل، ما خليش المانجا تبين، يعني تغطي بظهر المعلقه من على المانجا، تنزل على الكريمه بحيث ان انت ما تبقاش عاليه، وطبقه الجيلي تغطيها تماما وتخليها الثلاجه بقى تسقع 3 4 ساعات اقل شيء. وبس كده كده بعد ما سقعت، انا كنت عاملاها الصبح على بالليل كده، كنتش عاملها على الصبح قوي كمان، كنت عاملها على الظهر، تمام؟ يعني خدت قولي مثلا 6 ساعات 7 ساعات في التلاجة، لان احنا فتحناها على الساعة 7، ف يعني كانت ساعة كويس جدا وبكفاية، تمام؟ بس طبعا الحاجات اللي زي دي كل ما بتقعد بالتلاجة بتكون نتائجها افضل، يعني تتماسك اكتر، تمام كده؟ بس لو انتوا عاوزين الحاجة كريمية زيادة، هي كده تمام جدا وحلوة قوي. بس يا حبايبي كده خلص الفيديو بتاعنا، زي ما انتوا شايفين اللهم بارك، قد ايه هي جميله قوي، طعمها رهيب، طعمها خطير، كريميه جدا، كلها غيمه، غيمه من المانجا. يعني احنا دايما نعمل كيكه شوكولاته نقول غيمه من الشوكولاته، غيمه من اللوتس، غيمه من لا دي بقى غيمه من مانجا بجد، كل حاجه فيها مانجا مانجا مانجا. يا رب تكون عجبتكم الوصفه، تقدري تنفذيها باي نوع فاكهه بتحبيه، بس المهم الفاكهه تحطيها في طبقه الكريمه تكون متلجه، تلجيها شويه عشان تديكي نتيجه صح. يا رب يرحم امي وابويا. اتمنى قبل ما تطلعوا من الفيديو تضغطوا لايك اشتراك من اسفل الفيديو، وتعليقكم هيساعدني. باي باي.